هذا البرنامج بالتعاون مع جوب ماستر إنجاز إيجيبت. تمبرنيرز 1، أنا عمر نور الدين، معايا دينا المفتي وداليا هلالي، كوفاوندرز إنجاز إيجيبت. ازيكم؟ ازيك يا عمر؟ اتقابلتوا ازاي؟ دي قصة لذيذة قوي تحب نحكيها. بس أنا جات لي الفرصة أني أبتدي إنجاز وأنا كنت بشتغل بعد الجامعة بسنتين، ابتديت أشتغل في هاي مؤسسة وجات لي الفرصة أبتدي إنجاز كبرنامج. وفي نفس الأسبوع عرفت أن أنا حامل ببنتي تاليا، ويعني وذا ادفنتشرز بيجان يعني. فبيسكلي قدرت ان اجيب اتنين سبونسرز كانوا اياميها اورنج وسيتي بانك، انهم يدولنا 10 من الموظفين بتوعهم كمتطوعين ودربناهم على البرامج. ده في 2003 دربناهم على البرامج بتاعتنا. في نفس الوقت كان لازم ناخد موافقات من جهات أمنية ان احنا ندخل مدارس، كان لازم ناخد موافقة من وزارة التربية والتعليم ان احنا ناخد حصة النشاط في المدارس. فكان في كم يعني تشالنجز وصعوبات ان احنا اصلا ندخل ونشتغل مع الطلبة. قابلتي داليا امتى؟ فقابلت داليا وانا خلاص يعني هفرقع وفي التاسع وكده، ودخلة maternity leave، وحد عرفني بداليا. يعني the best thing that ever happened to me to us both انه داليا basically took over مني وانا في maternity leave. فانت استلمتي القيادة. وكانت الإنجاز ساعتها بروجكت صغير بالزبط. تابع لجونيور أتشيفمنت. بس أنا عايز أفهم التبعية دي كانت يعني بيدوكوا فلوس ولا بس؟ لا، هو بيسكلي فكرتها إن إحنا مرخصين إن إحنا نستعمل البرامج الدولية والعالمية دي، ونقدر إن إحنا نعربها ونمصرها، وبالاتفاقية مع وزارة التربية والتعليم قدرنا إن إحنا ندخلها في المدارس في حصص النشاط. فده الأفل بتاعكم الأساسي، إنه تاخدوا البرنامج واللايسنس من جونيور أتشيفمنت اللي هي موجودة في أكتر من 100 دولة في العالم. بالظبط. أنت استلمتي سنة كام وعملتي إيه؟ انا استلمت سنة 2004. كانت بس يعني لوحدك بقى يعني خلاص. لا يا خلاص يعني دينا كانت خلاص راحت الماتيرنيتي ليف، احنا تقابلنا وقت قليل جدا بس شرحت لي فيه اللي هي محتاجة ان احنا نعمله. انا كنت انترستد قوي عشان خاطر انا اصلا من الناس اللي يعني هي قدرت تخليني يعني بعت لي الفكرة ان احنا لازم ناخد ده ونكبره. فاحنا ابتدينا بان احنا يعني مهتمين جدا بان ده حاجه في التعليم، بزنس ايديوكيشن. احنا شايفين ان التعليم من اهم الحاجات اللي هتقدر تساعد الشباب المصري انه ينهض بالبلد بجد. وده عشان احنا قادرين احنا نجيب البرامج بتاعتنا من جونيور اتشيفمنت، فبنجيب احدث حاجه. بس المجتمع ساعتها كان متقبل ده؟ كان الموضوع يعني طبعا الموضوع كان جديد تماما. كان 2003 2004 طبعا كان موضوع كان جديد. كنا كلنا كمصريين عايشين انه في فجوة كبيرة قوي حاصلة ما بين نظام التعليم واحتياجات سوق العمل، والفجوة دي كانت عمالة بتزيد. فهنا جاء دورنا كإنجاز ان احنا نملى الفجوة دي، ونملاها ازاي؟ من خلال البرامج دي، ان احنا يعني نمكن الشباب من وهم في سن صغير انهم يبقى عندهم المهارات، مهارات سواء استعدادية للعمل، ثقافة المالية، ريادة الأعمال. بس ده كان سهل يعني بأن احنا بنبني زي شخصية متكاملة في الشاب المصري. أوكي. بس أنا بقى بتكلم على التحديات، إنه أنتوا بتبدأوا حاجة جديدة ما حصلتش قبل كده، ولا كان في حد زيكم؟ لا، ما كانش في حد زينا. وبعدين احنا التحديات اللي قابلناها كتيرة، بس يعني كان في بيروقراطية، في ريزيستنس اصلا يعني موجود. دي فكره جديده اصلا، وانتوا مين؟ بالظبط كويس. بالظبط يعني يعني كان في حد مثلا في منصب عالي لما رحنا اتقابلنا معاه، يعني هو شايف انتوا ليه بتعملوا كده وبتضيعوا وقت الشباب والولاد في المدرسه. لا، هو شايف اللي احنا بنعمله اصلا تضييع. ومستصغرنا كان يعني بالزبط. طبعا ده كان من 15 سنه، فمستصغرنا اكتر كمان.
فدي يعني كانت هتفيدوا الطلاب بايه يعني بالظبط؟ دي كانت حاجه دايما بتقابلنا. ده كان الريزيستنس على طول بيجي لنا، اللي هو انتوا مين متمولين من مين؟ يعني انا شايف انه 2003 2004 انت في سيف ذا تشيلدرن، انت في يونيسيف، فانه وفي تحديات قد كده، المجتمع لسه مش متقبل قوي، في تحديات الدوله ليه بيكمل؟ انا هقول لك دلوقتي عشان الفجوه دي كانت كبيره قوي. أوكي. اوكي، واحنا عندنا اصلا شغف وباشن اتجاه عمليه التعليم عشان ناتجه عن الفجوه اللي حاصله دي. فابتدينا ان احنا باتفاقيات عملناها مع الجهات الحكوميه ان احنا ندخل مدارس ونقدم البرامج دي للطلبه، وشفنا يعني كنا بنشوف كل سنه التغيير والشيفت والمايند سيت اللي بيتغير عند الطالب المصري. بس هو ده التريجر، انه احنا شفنا اللي احنا شفناه في الفصول. هو ده ده اكيد في المدارس وفي الجامعات. وقد ايه هما كانوا بيبقوا قاعدين مستنيينا، وقد ايه يعني احنا شايفين اثر يعني اوريدي. يعني انت اي حاجه بتشوف فيها امباكت، احنا بنشوف امباكت واحنا خارجين من الكلاس روم. ده لما يعني بيشتغل مع حد السنه ورا الثانيه كمان، ده بيشجعك وشايف في تغيير بيحصل في الشباب فعلا. وبعدين خلقت رابطه حلوه قوي، لان مش بس كان بيجي لنا الشركات بتدلنا دعم كمشاركه اجتماعيه، بس كمان كانوا بيقدروا ينزلوا من التيم عندهم او الستاف عندهم متطوعين. اوكي. انهم ينزلوا وكمان فدي خلقت رابطه حلوه قوي ما بينهم وما بين الطلبه. 2011 عملتوا فيها ايه؟ يعني بص بقى، 2011 طبعا جات حصل فيها بوم زي ما احنا بنقول عليها من كل ناحيه، بوم بحيث ان بقى في شركات كتيره جدا عايزه توصل للشباب، اللي هو هم شايفين ان هو احنا كمان مشتركين في الموضوع ده، ان هو ازاي يقدروا يعملوا فرق في المجتمع. فاحنا كنا الوصله اللي قادرين نوصلهم للشباب دول. بحيث استفدتوا من 2011؟ طبعا استفدنا، يعني هم الشركات دي عايزه تستثمر في الشباب عشان شايفين ان الشباب يعني اسيت، يعني حاجه مهمه جدا. بس يمكن ناخد خطوه لورا ونقول انه قبل 2011 فكرة الاستثمار في الشباب ما كانش برايورتي، فكرة الاستثمار في التعليم ما كانش برايورتي قوي، فكرة المشاركة الاجتماعية ما كانتش برايورتي. اللي حصل في 2011 غض النظر احنا كل واحد الاوبينيونز بتاعتنا ايه، الاراء السياسية على 2011، بس الفرق اللي حصل انه مرة واحدة البرايورتي الاستثمار واهمية الاستثمار في الشباب بقت برايورتي نمبر 1، الاستثمار المشاركة المجتمعية المشاركة الاجتماعية بقت برايورتي نمبر 1، الشباب نفسهم بقى مقبلين على المشاركة. لان انا كنت بتكلم معاكم انه الشباب كان ممكن يقول لكم والله حلو، بس ما حدش يشارك قوي، ما كانش فيه متطوعين قوي. لا، فلما ده حصل ده حصل منه شيفت، انه لما ده حصل انه يبقى توب برايورتي، ساعتها بقى حصل جروث فظيع او كبرنا بشكل كبير قوي على شكل انجاز، لانه بقى في اهتمام قوي بحته انه الامبلويبيليتي او انه اهتمام ان احنا نخلق فرص عمل للشباب. ومن هنا حصل حتة البرنامج بتاع ستارت اب اللي ابتدينا نستثمر في شركات مبتدئة. هنتكلم في ده بالزبط. برنامج لوحده. بس قبل ما اسيب الحتة دي، احنا كان عندنا كام موظف؟ لا يعني احنا في 2011 يعني من قبل كده شوية، يعني احنا ابتدينا الاول كنا احنا 2، بعدين 4 5، وبعدين من 10 وصلنا ان احنا بقينا 50. 50 موظف في انجاز. النقلة دي ليه علاقة ب 2011؟ طبعا، عشان خاطر احنا بقى في يعني ناس مؤمنه بالفكره اللي احنا بنعملها. يعني لغايه 2011 2012 كنا بنتكلم في 10. وبعد كده اهم حاجه بس عايز اقول لك ان هم الخمسين دول كلهم مؤمنين بنفس الحاجه، كلنا شغالين تيم واحد عشان مؤمنين بفكره ان احنا لازم نساعد الشباب دول ونأهلهم. احنا وصلنا لقد ايه دلوقتي؟ انتوا وصلتوا لقد ايه ستودنتس او وصلنا لتقريبا 800,000 طالب ويونج انتربرينور وشاب، شباب من الشباب اللي اشتغلنا معاهم ده اخر 2019. بالظبط. وهدفنا في السنتين اللي جايين انه نوصل لمليون طالب. مليون طالب. احنا بنتكلم في 2020، السنه تقريبا بتعملوا فيها قد ايه؟ بتوصلوا لقد ايه؟ دي اخر حاجه. يعني بيبقوا رينج ما بين 40,000 طالب ل 50,000 طالب، وكمان ده غير الستارت ابس اللي بنشتغل معاهم. شكرا لينا المفتي، شكرا دليل. هلين نتكلم معاكي في الورك ريدنس في الحلقه جايه، وهتكلم معاكي في الانتربرينورشيب في حلقه جايه برضو. تابعونا على 10 موجو فيسبوك انستغرام لو عندكم اي اسئله، وانجاز ايجيبت على فيسبوك انستغرام لينكدين تويتر، برضو اسالوهم اي حاجه لو عايزين.
تان موجو 100% سمارتفون. من هاتفنا المحمول إلى هاتفك المحمول، محتوى رقمي جديد.